تقدر تبقى بهكاك حياتها كامله وتبقى تعاقب في راسها وتأنب في الضمير ديالها. الامر ديالك يبقى سر، تقدرش تقول للوالده، تقدرش تقول شي حاجه. كتحبس لها الحياه ديالها فاش كتغتصب، كتحبس لها الحياه ديالها فاش حد ما تيجي من جهتها، فاش كلشي لا كوندار، وكتسكنها مع اللي كيتعدى عليها. بحال دابا انت كتشوفي المجرم بحال قتلك. بلاصه عندنا لا نشوفو غير شي دري، ماشي دري كتولي شوها هنا صافي. انت مابقيتيش زعما انت خايبه، درتي شي حاجه اللي فاسده، ما فهمتش. ضروري نخاف نحضو راسنا حيت هاد الشيء راه واعر علينا حنا البنات. هذاك الشيء المجتمع ديالنا اللي تيقول بحال هكاك، تيقول لك الا البنت لا مشات تغتصبت ما غيبقى واخده حتى واحد. كيفاش الراجل بريء حتى تثبت ادانته، والمراه متهمة حتى تثبت هي براءتها؟ كاين جانب اخر ديال الحشومة والفضيحة والشوهة وهذا اللي كيقتل هذا المجتمع. فانا التجأت زعما قلت راه القضاء غادي ينصفني، ما غاديش ينصفني. شكون يقول غادي يعطيك حق؟ واش عرفت واحد ما كيحام بحال هاد الضحايا مساكن؟